شوف وحيد خليل وزيتش مدرب المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الثلاثاء عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني لغد تخوض مبارتين وديتين أمام كل من منتخبي بوركينا فاسو والنيجير يومي السادس والعاشر من شتنبر 2019 بالملعب الكبير لمدينة مراكش ولهذا الغرض وجه وحيد خليل وزيد شد دعوة إلى 27 لاعبا وكيتعلق الأمر بكل من ياسين بونو منير محمد الكجوي أحمد رضا تاقنوتي أنس زنيتي نبيل درار عمر بطيب عصام الشباك بدر بنون جواد اليميق غانم سيس يونس عبد الحميد فؤاد شفيق عبد الكريم بعدي يوسف أيت بن ناصر سفيان مرابط المهدي بربيعة فيصل الفجر وليد الكرتي عادل ديال بالهند حكيم زياش نور الدين امرابط وليد ازارو رشيد العليوي سفيان بوفال امين حارث والمهدي كارسيلا